النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية. والسعودي متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله وأوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، الأسبوع الأول من شهر آب أغسطس، هذا الشهر الذي طبعا يتميز في مناخ المملكة بالأجواء الحارة، وهو تقريبا آخر أشهر الصيف من ناحية علم الأرصاد الجوية، إذ يبدأ فصل الخريف في علم الأرصاد الجوية في شهر أيلول، شهر 9. بمشيء الله تعالى يتوقع أن تتأثر المملكة خلال هذا الأسبوع باقتراب تدريجي لكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، الأمر الذي ساهم على رفع درجات الحرارة بشكل تدريجي وتحول الأجواء تصبح حارة، لكن الأجواء تكون لاهبة في مناطق معينة سأتحدث عنها الآن في هذه النشرة. نبدأ هذه النشرة الجوية بتوقعات الأحوال الجوية اليوم الأحد الأول من شهر آب. نلاحظ أن الأجواء تكون مشمسة ويعني صافية في أغلب مناطق المملكة، تصل درجة الحرارة في العاصمة إلى 33 درجة مئوية. يميل الطقس في ساعات الظهيرة والعصر ليصبح حارا نسبيا في بعض المناطق والأحياء، تكون في معان 34، 33 في إربد، 30 في جبال أشهر. أما في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ترتفع درجة الحرارة إلى 42 درجة مئوية، والأجواء شديدة الحرارة هناك، وتصل إلى 40 درجة مئوية في منطقة أرويشت. تهب رياح شمالية غربية نشطة السرعة بعد الظهر وفي ساعات المساء، تثير الأتربة والرمال في بعض المناطق الصحراوية. يوم الاثنين يتوقع أن يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، تصبح درجة الحرارة في العاصمة من 34 درجة مئوية، كذلك الأمر في إربد وفي معان، إضافة إلى المنطقة الشرقية 39 درجة مئوية، تكون في جبال أشهر 30 درجة مئوية. الأجواء تكون بوجه عام مشمسة صافية، لكنها تميل الحرارة في ساعات الظهيرة والعصر حتى في العاصمة عمان، تصل درجة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة إلى نحو 44 درجة مئوية، والأجواء هناك تكون لاهبة وشديدة الحرارة، والتحذير من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات النهار، أيضا الإكثار من شرب المرطبات والسوائل والانتباه من هذه الحارة المرتفعة. شرقا تصل كما ذكرنا درجة الحرارة 39، لكن تهب رياح شمالية غربية يوميا تثير الأتربة والرمال. توالي درجات حرارة ارتفاع يوم الثلاثاء، تصبح الأجواء حتى حارة في المناطق الوسطى، مثلا في العاصمة معان 35، في إربد 35، في معان أيضا والبادية الجنوبية 35 درجة مئوية، أكثر اعتدالا من الأجواء في جبال الشرطة تصل إلى 31 درجة مئوية، في البادية الشرقية حوالي 40 درجة مئوية، والطقس حار لكن بشكل معتاد هناك. أما في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة فتكون درجة الحرارة حوالي 43 درجة مئوية، والأجواء أيضا شديدة الحرارة في ساعات النهار بشكل عام. يوم الأربعاء تستمر درجات الحرارة بالصعود، وبالتالي يستمر الحر بالازدياد في كافة مناطق المملكة، فمثلا في العاصمة ما تصل إلى 36 درجة مئوية، والأجواء تكون هناك حارة بشكل عام في ساعات النهار، تصل في بعض الأحياء في العاصمة ما بين 37 و 38 درجة مئوية، خاصة الأحياء الشرقية منها، تصل في إربد إلى 37 درجة مئوية أيضا، ترتفع درجات الحرارة أيضا في مناطق جبال الأشهر تصل إلى 33 درجة مئوية، حتى في البادية الجنوبية 37، وفي المنطقة الشرقية تصل إلى 41 درجة مئوية. يوم الأربعاء تظهر بعض الصحب والغيوم على المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، خاصة تلك المتاخمة للحدود السعودية والقريبة من منطقة وادي رم، وربما ينتج عن ذلك هطول لبعض الزخات الخفيفة المحلية والرعدية من الأمطار، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة الغبار في تلك المناطق. أما في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة تعيش تلك المناطق يوم الأربعاء أجواء لاهبة جدا، حيث يتوقع أن تصل درجاتها إلى حوالي 45 درجة مئوية في ساعات النهار، والأمر يستدعي إلى الانتباه من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، إضافة إلى الإكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة، والانتباه طبعا دائما من عدم ترك المعقمات داخل المركبات، حيث تعيش تلك المناطق أجواء حارة. يوم الخميس لا تغيير كبير على الحالة الجوية في المملكة، تكون الأجواء مشابهة ليوم الأربعاء، الطقس يكون حار في ساعات النهار، شديد
شديد الحرارة إلى لاهب في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. هناك تصل درجات حرارة لمنتصف الأربعينيات، تكون في العاصمة عمان 36 درجة مئوية، في ساعات النهار 38 درجة مئوية، في بعض الأحياء الشرقية من العاصمة عمان 33 درجة مئوية فوق جبال الشرار، 36 درجة مئوية في مدينة معان والبادية الجنوبية، 35 درجة مئوية في إربد، و40 درجة مئوية في البادية الشرقية. يستمر هناك فرص لظهور بعض السحب والغيوم في ساعات العصر والمساء فوق الجبال العالية في المناطق الحدودية في جنوب المملكة، الأمر الذي قد ينتج عنها هطولا لبعض الزخات المحلية الخفيفة من الأمطار والمصحوبة برياح هابطة. نختم هذه النشرة بيوم الجمعة، إذ يتوقع أن يشهد أن لا يشهد يوم الجمعة أي تغييرات جذرية على الحالة الجوية. الطقس يبقى حار في مختلف مناطق المملكة، منتصف الأربعينيات درجة حرارة في العقبة والأغوار والبحر الميت، تكون حوالي 36 درجة مئوية في البادية الجنوبية، 40 درجة مئوية في البادية الشرقية، وتكون 32 درجة مئوية فوق جبال الشراء، 36 درجة مئوية في معظم أحياء العاصمة عمان، بعض المناطق في العاصمة عمان 38 درجة مئوية، وتكون في إربد 36 درجة مئوية. تنشط الرياح النشطة بعد الظهر من كل يوم وتثير الأتربة والرمال خاصة في المناطق البادية الشرقية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع، الأسبوع الأول من شهر آب أغسطس، شهر 8، الذي واضح أنه سيكون أسبوعا حارا، وهناك ارتفاع تدريجي متوقع على درجات حرارة بمشيئة الله تعالى. أتمنى لكم جميعا أسبوعا مباركا وموفقا أينما كنتم، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي.